مرحبا بكم مشاهدينا الكرام ولكل من انضم لقناة النيل للأخبار من القاهرة، بيبدأ معكم من الآن ويستمر حتى قرب منتصف ليل القاهرة. يكون في معنا حوار أوحد وأيضا عدد من الأخبار المختلفة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير هبة، مساء الخير لكل السادة المشاهدين، أهلا بحضراتكم. الحقيقة اليوم عندنا موضوع المطروح على ساحة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. الحقيقة في ظل حالة من التكتم الشديد حول الأسماء أعضاء الحكومة الجديدة، الحقيقة في كلام كتير جدا منشور في الجرايد، يعني وزراء حاليين مستمرين، وزراء جدد، أسماء كتيرة جدا مطروحة في أغلب الوزارات أو المناصب الحكومية. ولكن الأهم وإحنا بنتكلم على تشكيل الحكومة، الحكومة المقالة أو المستقيلة عملت إيه للمواطن البسيط؟ المواطن البسيط الحقيقة ما هموش الأسماء بقدر ما عملت إيه الحكومة. الحكومة اللي فاتت عملت بعض الحاجات والمواطن شايف إنها ما عملتش حاجات كتيرة جدا موجودة أو مطالب مطروحة ليه في الشارع. يا ترى الحكومة اللي جاية بالنسبة للمواطن البسيط إيه الأجندة؟ إيه المطالب؟ إيه الأهداف؟ إيه الاستراتيجيات؟ كل هذه الأمور مطروحة، وده تحدي قدام الحكومة الجديدة لأن الوقت المتاح ليها قليل جدا. يعني احنا عارفين ان احنا داخلين على انتخابات برلمانية، ومن المفترض ان يكون هناك حكومة جديدة تنبثق عن البرلمان الجديد بعد اجراء الانتخابات البرلمانية. سواء استمرت الحكومة في خضم البرلمان القادم إذا ما تم ترشيح نفس الحقائب الوزارية مرة أخرى ونفس رئاسة الوزراء، أو حتى جاءت الحكومة الجديدة، كل ما يهم المواطن المصري دائما المطالب الأساسية: الحياة الكريمة والعدالة وتطبيق القانون، وأيضا أمور حياتية كثيرة مثل النظافة، فرص العمل، التشغيل للشباب والمشاركة في المجالات كافة. كل هذه الأمور دائما ما بتهم المواطن، بالإضافة بالطبع إلى استقرار الأسعار، مش هنقول انخفاضها لأن يمكن اللي بيعلى مش بينزل، لكن على الأقل استقرارها في الفترة القادمة. خلينا نتابع أول أخبارنا في من القاهرة النهاردة، واللي بيتحدث عن صلف والتعنت الإسرائيلي والإجرام المستمر الحقيقة بحق الفلسطينيين، هذه المرة بحق المسجد الأقصى والمرابطين بداخله. كان منذ يومين هذه الاقتحامات الواضحة، إدانات دولية خرجت. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يتصل بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث التطورات في القدس المحتلة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الاتصال الهاتفي بحثا عن آخر المستجدات الإقليمية وعلى رأسها التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك. حذر الزعمان من مغبة التصعيد الخطير ضد الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وطلبا إسرائيل بالتوقف عن الاستفزازات والاعتداءات المستمرة على الحرم القدسي. اتفق السيسي وعبد الله على أن أي ممارسات تستهدف انتهاك المقدسات الدينية وإثارة مشاعر الغضب ستقود الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. دكتور عبد المجيد سويلم أستاذ الدراسات الإقليمية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتور عبد المجيد برحب بحضرتك. أهلا يا سيدة. آخر المواقف الإسرائيلية بحق المصلين وبحق المسجد الأقصى. نعم، يعني كما يبدو فإن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الموغلة في عنصريتها تعتقد بأن العالم العربي يعيش حالة من الدمار، والوضع الفلسطيني مهشم أو مقسم، والوضع الدولي ليس ناضجا، وبالتالي هم يعتقدون بأن هذه فرصتهم للإجهاز على موضوع المسجد. قسموه زمانيا، يريدوا أن يفرضوا التقسيم المكاني بحيث يعني يتحول أو تتحول الصلاة الفلسطينية إلى مشروع يحتاج إلى إذن إسرائيلي، بمعنى نفقد السيطرة على مقدساتنا وتصبح إسرائيل هي المتحكمة في كل شيء. طبعا هذه المسألة مرتبطة أيضا ليس بالقراءة السياسية، وإنما أيضا بفكر توراتي يعني مزعج عنصري موغل في عنصريته، يصل إلى حدود الفاشية في نسختها الإسرائيلية الجديدة. الوضع في غاية الخطورة بصراحة. نعم. والاستفزازات الإسرائيلية ليست مجرد يعني ردود أفعال أو أحداث، بل هي سياسة منهجية. نعم. إذا ما تحدثنا عن السياسة المنهجية التي تذكرها، هل هناك نوع من الربط ما بين رفع العلم الفلسطيني بصفة مراقب في الأمم المتحدة، هذا الجني بنجاح للجهود الفلسطينية في المحافل الدولية، هل لهم الرابط لما تقوم به إسرائيل من هذا التصرف؟ نعم، هناك رابط شديد. هناك روابط، يعني أحسنتي
السؤال، هناك رابط شديد ما بين ما كل بينما كل ما تقدم عليه إسرائيل من سياسات منهجية منظمة وما بين ما تحققه الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الدولي من زاوية يعني أولا تأكيد الحقوق الفلسطينية ومن زاوية عزل السياسة الإسرائيلية وتحويلها إلى سياسة منبوذة على المستوى الدولي. هذه السياسات التي تقوم بها إسرائيل هي نوع من الرد على ما يسمونه الإرهاب السياسي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير ضد إسرائيل. نعم هناك رابط، وهذا الرابط يعني لا يأتي على شكل ردة فعل وإنما يأتي على شكل سياسة منهجية منظمة لإجهاض كل ما يمكن أن تقوم به القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من نجاحات على المستوى الدولي. نعم، إذن ماذا نحن فاعلون كدول عربية ودول إسلامية لحماية المقدسات الشريفة؟ نعم هذا هو السؤال. نعم هذا هو السؤال. بصراحة ردة الفعل العربية على ما تقوم به إسرائيل ما زالت ردة فعل كلامية وهمة إعلامية، همة إعلامية بدون يعني فعل حقيقي ودون إجراءات حقيقية. ما زالت الأمور تسير رتيب للغاية بالمقارنة مع عملية التدمير التي تقوم بها إسرائيل وعملية التهويد المنظمة التي تقوم بها إسرائيل. بصراحة الشعب الفلسطيني هنا يشعر بالإحباط من ردة الفعل العربية والإسلامية، يشعر أن هذه لا يعني لا ترقى إلى مستوى هذا التحدي ولا إلى مستوى هذه العنصرية ولا إلى مستوى هذه السياسات. ما زالت لم تخرج عن دائرة الإدانات والشجب. بالضبط يا سيدتي، وهنا بصراحة هذا هو شعور الفلسطينيين بالإحباط صراحة. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ الدراسات الإقليمية بجامعة القدس. بنتحول مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى جانب آخر من الحوار. الرئيس السيسي بيؤكد لنظيره المكسيكي متابعته الشخصية لسير التحقيقات في حادث الواحات للوقوف على ملابسات كاملة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس المكسيكي، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص تعزيه في وفاة عدد من السائحين المكسيكيين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، وأكد أن مصر لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال العون والمساعدة لضمان توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمصابين فضلا عن الوقوف إلى جانب أسر الضحايا. وأكد الرئيس السيسي للرئيس المكسيكي متابعته الشخصية لسير التحقيقات في الحادث الوقوف على ملابساته كاملة. عملية حق الشهيد ما زالت مستمرة في سيناء، رفح الشيخ زويد العريش وأيضا بعض المناطق الخاصة في شمال سيناء. هذه العملية التي أسفرت في يومها التاسع عن تصفية 55 عنصر تكفيري خلال مواجهات شهدت تبادل مكثف لإطلاق النيران مع القوات الخاصة بالجيش الثالث والثاني الميداني، وتم القبض على 35 شخص من المشتبه بهم وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية، وتم إطلاق صراح 4 من المقبوض عليهم لعدم تورطهم في أي عمليات إرهابية. قرر محافظ الشرقية دكتور رضا عبد السلام إطلاق اسم المجندين الشهيدين سالم أحمد سالم وصبري وجيه عبد العزيز اللذين استشهدا في عملية حق الشهيد التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء على مدرستين بقريتهما بعزبة العرب مركز فقوس وعزبة الثلاثين بمركز الحسينية، كما وافق المحافظ على توفير رحلات عمرة لوالدي الشهيدين تكريما لهما وتقديرا للتضحيات التي بذلوها في سبيل الوطن. للمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام بينضم إلينا الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية. معالي الوزير تحياتي أولا. تحياتي لحضرتك يا فندم وللساده المشاهدين. اشكرك أهل. جدا. الحقيقه يا فندم قرارات سيادتك باطلاق اسمي الشهيدين على المدارس في محافظه الشرقيه الحقيقه هو تاكيد لحاله التلاحم الحقيقيه، يعني كيف تنظر انت شخصيا الى مثل هذه الامور مع اهالي محافظه الشرقيه؟ شوف يا فندم، ده اقل حاجه ممكن تقدمه الدوله لاسر الشهيد. مدرسه تطلق او يطلق اسم الشهيد على مدرسه من المدارس، او ان احنا نرعى اسره الشهيد بشكل او باخر. النهارده على سبيل المثال وانا في فاؤوس مع اسره الشهيد بعد ما انتهينا من عمليه دفن الشهيد، قررت على الفور، كان معايا رئيس المدينه الوحده المحليه بتتبعها قريه الشهيد،
قررت على الفور ودون انتظار الاجراءات، وده انا ماشي فيه مع الشهداء منذ ان اتيت للمحافظه. انا استكمل اجراءاتي بعدين، لكن نبدا فورا حتى يعني يشفى غليل اسره الشهيد او تستشعر ان دم الشهيد ما راحش هدر زي ما بنقول بلغتنا العاميه، ان في اليوم التالي مباشره توضع اللافته على المدرسه لاسم الشهيد. طيب دكتور ده جانب، انا النهارده على سبيل المثال قلت رئيس الوحده المحليه تصور لي بكره 12 ظهرا صوره اسم الشهيد على المدرسه وتبعتها لي بالفاكس على المحافظه. طيب سياده الوزير، يمكن ده من الناحيه الشكليه مقبول جدا، لكن حضرتك عارف وبالتاكيد سيادتك يعني متعاون في هذا الامر، الناس اللي بيكون عندهم شهيد بيكون عندهم ماساه حقيقيه، الجوانب الانسانيه الاخرى في رعايه هذه الاسر، في احتضان هذه الاسر، في حل مشاكلهم بشكل او باخر، ده بيكون ازاي يا فندم؟ سؤال جميل جدا. شوف يا فندم، الموضوع مش مدرسه بس، احنا تعودنا حتى مع اسر الشهداء قبل الحج، انا عندي مسافر تقريبا 40 اسره شهيد شهداء من محافظه الشرقيه للحج، بعضهم من خلال مساهمه بعض رجال الاعمال من ابناء الشرقيه، وبعضهم من خلال يعني الدعم المحافظه لينا لاسر الشهداء، وبعضهم من خلال القوات المسلحه والشرطه. الفكره ان اسر الشهداء سافروا حج خلال الفتره اللي فاتت، طب اللي فاتوا موسم الحج بنعمل له عمره، والد ووالده الشهيد لو موجودين، يعني النهارده كلفت على طول من المحافظه عندي بعد العيد مباشره يسافر والد والدة الشهيد للحج ان شاء الله للعمرة عفوا بعد العيد. في امر اخر بنعمله وهو ان احنا نوفر فرصة عمل لشقيقة او شقيقة الشهيد او والدة او والدته، لازم في فرصة عمل، وخاصة ان احنا بنلاحظ يا فندم ان اغلب الابناء الشهداء اللي بيموتوا دول هم رعاة لاهاليهم، كتير منهم جدا دخلوا الجيش وهو يمكن كان كبير اخواته او ساب زوجة او ساب اطفال، فعلى طول فورا بخاطب دولة رئيس الوزراء بحيث ان احنا نوفر فرصة عمل لشقيق او شقيقة الشهيد او زوجته. ده مبدا ثابت عندي دلوقتي خالص، وده بيتم يا فندم، وده بيتم، ده بيتم يا سياده الوزير، ده طبعا ده بيتم، فرصه ده العمل ده بيتم، طبعا بيتم فورا، رئيس الوزراء على طول بيبعت لي ابعت للتنظيم والاداره، غالبا بنعين اخو الشهيد او اخته او زوجته في المدرسه اللي اطلق عليها اسم الشهيد. عظيم جدا، عظيم. فاذا يبقى انا ضمنت هنا فرصه عمل، يعني اللي اهل الشهيد يحس ان الكل حواليهم بيلملم جراحهم او المهم وبيشارك في المهم، من خلال بقى ضمننا فرصه عمل لاخو الشهيد او زوجته او الحجه او العمره ان هم يسافروا، وبالفعل ده بتبقى رحله جميله جدا. انا سفرت ناس عمره في الفتره اللي فاتت قبل الحج سافروا عمره ورجعوا مبسوطين جدا، يعني الدعم الكل. بعض رجال الاعمال على سبيل المثال بيتبرعوا بمبالغ ماليه لاسر الشهداء، انا مسافر عندي 20 اسره شهيد، متبرع رجل اعمال لكل اسره شهيد ب $1000 بالاضافه لرحله الحج نفسها. فالفكره اللي احنا عايزين نقولها التلاحم موجود والخير موجود في مصر كتير جدا، انا استشعرته كتير قوي قوي بعد ما توليت المسؤوليه في المحافظه. ده كلام، ده كلام رائع يا ست المحافظه، انا بشكرك جدا الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه، شكرا جزيلا. حملة إزالة التعديات عن نهر النيل ما زالت مستمرة، وزارة الموارد المائية والري أعلنت عن إزالة 5903 حالة تعدي على نهر النيل من إجمالي نحو 50399 حالة بتستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ إطلاقها في يناير الماضي. ذكرت أن قطاع حماية النيل قام اليوم بإزالة عدد 10 حالات تعدي على نهر النيل بمحافظة القاهرة والغربية والمنوفية والدقهلية، وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي في تصريح له أن فرق التفتيش بجميع المحافظات بتواصل عمليات الكشف والضبط عن هذه المخلفات، وأننا مضمون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات من على نهر النيل وأيضا القنوات والمجاري المائية المختلفة مهما بلغت التضحيات. إذن حصيلة الحملة 5903 منذ يناير الماضي، وهي مستهدفة 50000 حالة و399 كمان عليهم. بنروح مع حضراتكم إلى جانب آخر ولكن اجتماعي. التضامن بتقول توزيع 31000 شنطة مدرسية على أطفال الأسر الفقيرة. تفاصيل الخبر أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة تسيير الأعمال أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الجمعيات الأهلية وغيرها من الشركاء من أجل رعاية وتنمية الأسر الفقيرة، حيث تم إطلاق حملة فرحتهم بشنطهم لتوزيع شنط مدرسية على تلاميذ المرحلة الابتدائية. وقالت غادة والي أن عدد الشنط التي تم التبرع بها حتى الآن من المؤسسات الأهلية بتقترب من 31500 شنطة مدرسية بكامل المشتملات من الأدوات المدرسية.
الأستاذة نيفين قباش مساعد وزير التضامن بتنضم إلينا عبر الهاتف. برحب بحضرتك يا أستاذة نيفين. أهلا وسهلا يا فندم، فرصة سعيدة. أهلا بك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. العام الدراسي بدأ في بعض المدارس وبيبدأ في المدارس الأخرى عقب العيد بإذن الله. وحضرتك طيبة وأطفال مصر كلهم طيبين. الله يخليكي. فكرة الحملة جت إزاي والشنط المدرسية دي بتبقى محتوياتها إيه بالظبط للطالب اللي بيتلقاها وشروط التلقي؟ أولا فكرة الحملة هي جاءت بمبادرة من وزارة التضامن إنها تعمل شراكة حكومية أهلية بتتوالى فيها الحملات عشان ترد على احتياجات الأسر الفقيرة في الأماكن المحرومة والنائية، مع التركيز بالتحديد على ريف على الريف والاخص كمان ريف الصعيد، الى جانب طبعا بعض المناطق في بحري اللي هي جيوب الفقر في محافظات الوجه البحري. الشراكه جت قبل رمضان، كنا بنعمل حاجه اسمها شركاء في الخير وشهر الخير. شهر الخير جاء بتنسيق الجهود ما بين الجمعيات وما بين الحكومه بحيث ان احنا نقدر نضمن ان الخير بيتوزع بيتم توزيعه بشكل عادل، ما يبقاش في مناطق متخمة بالخدمات ومناطق خالية تماما، أو في بعض الأسر ممكن بتحترف إنها تقدر تجمع من خدمات كثيرة من جهات كثيرة وبعض الأسر محرومة على الإطلاق. يعني في حالة استقصاء كده لمين المحتاج وهل بيوصل له مساعدات من جهة أخرى أو لا؟ أولا هي حالة إن إحنا بنوزع بناء على خرائط الفقر اللي هي صدرت عن جهاز المركز التعبئة العامة والإحصاء وزارة التخطيط، فبنشوف فين الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا. تمام. بتساعدنا فيها طبعا مديريات التضامن. تاني حاجة إن إحنا بننسق الموارد بحيث إن الموارد توصل إلى مستحقيها. ممكن الأسرة يكون فيها أكثر من طالب؟ طبعا ما فيش ما يمنع ان هو يتلقى اكتر من مساعدة او اكتر من شنطة مدرسية اذا كانت هي رمز المساعدة. والله الخير كتير يا فندم، وفي من مش بس الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص، وكان حصل في شهر رمضان تعبئة كثيرة لمواد يعني كتير جدا جدا، ونفس الحكاية في شهر دلوقتي شهر المدارس. واحنا مقدمين على الاضاحي فبنجمع كمان الاضاحي، ومقدمين بعديها على بطاطين للشتاء. فهي حملات منظمة أهم ما فيها التنسيق الحكومي الأهلي وتنسيق الموارد، وبنعمل قواعد بيانات موحدة بحيث إن احنا نشوف مع بعض نوزع فين ومين الأسر والاتجاه. تمام. الشنطة المدرسية دي بتحتوي كل ما يحتاجه الطالب؟ يعني في عدد مثلا من الكشاكيل، من الكراسات، من احتياجاته، من الأدوات المكتبية؟ شنطة مدرسية بنضمن إزاي إن هي تقدر إن هي توفي باحتياجاته في خلال العام؟ شنطة مدرسية فيها كراريس وفيها مقلمة وفيها أقلام وأدوات مكتبية، هي مش بالضرورة هتستجيب ليه طول العام طبعا، لكن هي مبدئيا هتكفيه في الفترة الأولانية من المدارس. احنا بنستهدف فيها الأطفال الأسر الفقيرة والأطفال الأيتام اللي بياخدوا معاش الطفل اللي هم بيبقوا، وبنستهدف فيها بالتعاون مع مديريات التضامن اللي بتتعرف فيها عن الاسره. واحنا وصلنا فعلا ل 31,000 ونص شنطه؟ وصلنا ل 31,000 ونص شنطه. تعاونت فيها معانا جمعيه الاورمان ومؤسسه اسمعونا، وتعاملت فيها مؤسسه التكافل وبنك ناصر الاجتماعي، واحنا في اعداد استكمال بقيه الجهود من اطراف اخرى عديده. ممكن العدد يزيد يعني؟ طبعا احنا بنكمل الاعداد، ونفس الحكايه كل ما كان في مناسبة أو موسم أو أي حاجة تحتاجها الأسر الفقيرة، ده إلى جانب مبادرات. طيب في وسيلة اتصال لو في أسرة ما حصلش عليها المسح أو ما وصلتلهاش بطريقة ما، في وسيلة اتصال بوزارة التضامن أو مقرات مختلفة في المحافظات وفي الصعيد؟ لأن طبعا التواصل ممكن يكون مع مقر الوزارة الرئيسي صعب بالنسبة لا والله أبدا، دلوقتي ما بقاش صعب خالص. عندنا مقر الوزارة موجود، وعندنا كمان الفيسبوك صفحة شهر الخير، لو عايز تحكي على صفحة شهر الخير. بنتكلم برضو عن فئات غير قادرة، فممكن استخدام التكنولوجيا ما بقاش بالنسبة لها متداول، هل في أي وسيلة في المحافظات أو مقرات مختلفة مثلا لوزارة التضامن؟ أنا فاهم قصدك، بس هو احنا دلوقتي جمعيات الشريكة معانا اللي هي زي بنك الطعام والأورمان ومصر الخير ورسالة وغيرها، بيبقى ليهم وجود ميداني وعلى اتصال بالجمعيات القاعدية، وطبعا لو المجتمع يقدر يعرفنا على حاجات زي كده فالوزارة موجودة يكونوا هم همزة الوسط. أنا بشكرك يا فندم، جزيل الشكر. جزيل الشكر للأستاذة نيفين قباش مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.
بنروح مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لاسبوع شباب الجامعات اللي بتستضيفه جامعه السويث هذا العام. رئيس جامعه المنوفيه بيقول عوده فعاليات اسبوع شباب الجامعات بيعكس استقرار البلاد، حيث اكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنوفيه خلال زيارته لوفد الجامعه المشارك في فعاليات اسبوع شباب الجامعات المصريه العاشر على ان عوده اسبوع شباب الجامعات المصريه العاشر بعد توقف دام ما يقرب من 6 سنوات بيعكس الاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادته السياسية الحكيمة، إضافة إلى أنه يعد استكمالا لنشوة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة 25 جامعة مصرية، وبيعد فرصة ذهبية لتفاعل الطلاب في العديد من المنافسات الثقافية والرياضية والفنية. طيب احنا للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام بينضم الينا الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية. دكتور تحياتي اولا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك دكتور. من المعروف ان اسبوع شباب الجامعات هذا العام، اسبوع شباب الجامعات العاشر، بيكتسب اهميه خاصه نظرا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات هذا الاسبوع. قبل الاجابه ارجو ان سيادتك توطي صوت التلفزيون شويه. حضرتك هو يعني انا عاوز اكد على حاجه ان اسبوع شباب الجامعات هذا العام مش بيكتسب بس اهميه كون ان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتحه، لكن هو بيكتسب اهميه كبرى لانه هو ده اسبوع شباب الجامعات العاشر بعد توقف 6 سنوات. اخر اسبوع شباب الجامعات كان في 2009 في جامعه المنصوره، اللي قبله كان في جامعه المنوفيه. النهارده بعد عوده استقرار البلد، حضرتك لاحظنا من 2011 واحنا في حاله عدم استقرار على مستوى الشارع، على مستوى الجامعات، على مستوى حاجات كثيره جدا في الدوله. النهارده في عام 2015 احنا بنفتتح المجرى الملاحي الجديد لقناه السويس، وفي نفس الحال ولحسن الطالع ان احنا كنا مخططين ان نعمل اسبوع شباب الجامعات في جامعه قناه السويس استكمالا للعرس الكبير اللي احتضنته مدينه الاسماعيليه. طيب دكتور، طيب دكتور، حضرتك بيحضروا 25 جامعه حكوميه، تمام، فيهم جامعه الازهر في حوالي 7000 طالب. الطلبه دول مع بعض من الاسبوع اللي فات، من يوم الثلاث اللي فات، الفعاليات ممتده لحد يوم الخميس القادم ان شاء الله، ولك ان تتخيل حجم التفاعل وتبادل الخبرات. انا عارف دكتور، انا عارف، بس انا عايز اسال حضرتك لان الرئيس في افتتاح اسبوع شباب الجامعات اطلق البرنامج الرئاسي لتاهيل القيادات الشابه. احد الاركان الاساسيه في كل الجامعات المصريه هو قطاع الانشطه الطلابيه، وفي نائب رئيس جامعه للانشطه الطلابيه بشكل خاص. اليات التاهيل الخاصه بتاهيل الشباب فكريا وثقافيا الموجوده في جامعه المنوفيه واللي بالتاكيد بتشاركوا بيها في اسبوع شباب الجامعات. تمام يا فندم. احنا جامعه المنوفيه العام الماضي لو حضرتك هتلاحظ ان كان من افضل الاعوام استقرارا في الجامعات في كل الاعوام السابقه من بعد الثوره، وده كان بفضل ان كل الجامعات انتهجت نهج جديد خالص، انها عملت معسكرات لاعداد ومراكز لاعداد القاده داخل الجامعات. هذه المراكز فتحت ابوابها طول الفتره الصيفيه واعدت كوادر هائله جدا، بس احنا هناخد الخيط من مبادره السيد رئيس الجمهوريه اللي هو اعداد القيادات للمستقبل، ان يبقى في كل جامعه ان شاء الله احنا ناخد النموذج ده ونعممه على مستوى الجامعات. يبقى حتى لو البرنامج بتاع رئيس الجمهوريه هيبقى لمده 8 شهور، احنا نعمله في مده الفتره الصيفيه برنامج مكثف، بحيث ان احنا نساهم في اعداد المزيد من الكوادر للوطن باذن الله. دكتور احنا كنا في جامعه القاهره، وانا كنت مش يعني بشترك في انشطه اتحاد الطلاب بشكل عام. كان في الحقيقه يعني برامج سياسيه، لقاءات مفتوحه مع الشباب بشكل عام. ده بيتم في جامعه المنوفيه، بتعملوا ايه يعني عشان يكونوا الطلاب مشاركين في الحياه العامه بشكل عام؟ بيلتقوا بمسؤولين، بمفكرين، بسياسيين، يعني ما يتم في هذا الاطار؟ انا هقول لحضرتك، احنا عندنا في جامعه المنوفيه في خلال فتره الاجازه الصيفيه زي ما قلت حضرتك احنا انشانا مركز جديد خالص اسمه مركز اعداد القاده. هذا المركز استضاف كل معظم رموز السياسه والفن والاقتصاد والدين في الجامعه، وكان بنعمل المعسكر لمده اسبوع بيشارك فيه كل طلبه الكليات، من كل كليه حوالي 20 طالب، وكل اربع معسكرات كل اربع اسابيع كنا بنعمل معسكر على المستوى القمه تشارك فيه الجامعات المصريه كلها. في خلال الاسبوع ده الطلبه بتتعايش مع بعض بشكل دائم، وبنستضيف لهم
رمز من رموز الصحافة، الإعلام، الثقافة، الفكر، الفن، الدين، وبيقعد مع الطلبة لمدة طويلة ينقل لهم الأفكار ويزيل بعض اللبس اللي قد يكون عند بعض الشباب. عاوز أقول لحضرتك إن هذه اللقاءات كان لها مردود كبير جدا صحيح. جدا على انتظام العام الدراسي الفائت، واحنا بنحرص عليها. وزي ما كان عندنا مركز إعداد القادة في جنب في حلوان، مش في جامعة حلوان، في حلوان، وكان ده بيحج إليه كل طلبة الجامعات صحيح 15 من كل جامعة، لأنه تابع للوزارة. لأنه تابع للوزارة. بقى في نموذج دلوقتي في كل جامعة بيبقى فيه طلبة من جميع الكليات، وبنعمل لقاء على مستوى القمة مرتين في الأثناء دي. دكتور يعني أرجو أن تبقى معي. بينضم إلينا مشاهدينا الكرام على الهاتف أيضا الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس. دكتور تحياتي أولا. اهلا يا فندم بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. اهلا بسيادتك، انا بهنيك بالافتتاح، بهنيك بان الجامعه بتقيم اسبوع شباب الجامعات العاشر بعد توقف تام 6 سنوات، والحقيقه كان افتتاح يليق بوجود رئيس الجمهوريه وفي جامعه قناه سويس، ولكن عبء كبير تنظيم الجامعه او استضافه الجامعه لتقريبا 25 جامعه حكوميه. يعني كلمني، كان استعداداتكم ايه لاسبوع شباب الجامعات؟ حضرتك استاذن لي اولا اقول لزميلنا واخونا العزيز الدكتور معوض كل سنه وهو طيب يا فندم. طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان التنظيم كان اخذنا على عاتقنا تنظيم حدث كبير زي ده، وعوده لازم تبقى في منتهى القوه بعد توقف دام 6 سنوات، ولتاكيد ان الشباب موجود والشباب نفسه يفرح ونفسه يتفاعل ونفسه ان هو يعمل حاجه جميله. فحطينا وخططنا بقالنا دلوقتي من شهر 10/2014 واحنا بنخطط لهذا اليوم، وعملنا منشآت رياضيه جديده، وعملنا صيانات، وجهزنا الاقامه. لك حضرتك ان تتخيل انك بتستضيف 7000 شاب بالمرافقين، ما بين إعاشة وما بين إقامة وما بين فعاليات وما بين منافسات، والحمد لله ولادنا مبسوطين. انت حضرتك بتكلمني وانا لسه خارج حالا من الجامعة بعد ما اطمنت على ولادنا، كان في توزيع جوائز للمصارعة وتوزيع جوائز للشطرنج، والسباحة كانت الصبح، يعني كانوا الولاد مبسوطين جدا. امبارح كان في عاملين ندوة مع الدكتور أسامة الأزهري، وكانت ندوة جميلة جدا، وفي حفلة سمر دلوقتي شغالة. يعني الحمد لله الولاد مبسوطين جدا جدا، وأنا عايز أقول لحضرتك أن فعلا أولادنا بخير وكلهم ممتازين، وحاجة كانت جميلة جدا. دكتور، دايما أسبوع شباب الجامعات عبر تاريخه كان بيكون نواة حقيقية لاكتشاف الكثير من الواهب في كل الأمور، سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية، من خلال التنافس الحقيقي اللي موجود بين الفرق، بين كل الفرق على مستوى الجامعات المصرية. يعني آلية تقييم مثل هذه المواهب ورعايتها فيما بعد أسبوع شباب الجامعات؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا من لما لقينا بعض الفرق اللي هي كانت تعمل فنون شعبية وبعض المواهب الغنائية والشعرية، قررنا أن حفل الختام هو مش هتبقى طبعا حفل كبير زي حفل افتتاح، إنما هنستعين بالفرق اللي هي فازت بالمراكز الأولى وبالمواهب ديت، ان هم اللي يعملوا حفل الختام وتوزيع الجوائز ان شاء الله يوم الخميس ان شاء الله. في مواهب ممتازه فندم في الشعر، في مواهب ممتازه في الفنون، في مواهب ممتازه في البحث العلمي، يعني في ولاد بيعملين نماذج نصف صناعيه لبعض الافكار بتاعتهم وبعض ورقات الاختراع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا نفسي حضرتك لو شرفتونا بكره هتلاقي حضرتك ان الولاد مبسوطين جدا، وفي فعلا مواهب جميله جميله فوق ما حضرتك تتخيل، ودي حاجه كانت فعلا تدعو الى الفخر والامل ان اولادنا يعني فعلا ممتازين. الشباب فعلا جميل، محتاج بس ان هو حد يتكلم معاهم ويلتف حوالين حد. فالحمد لله ربنا كرمنا ان اسبوع شباب الجامعات السنه دي بشهاده الجميع كان ناجح جدا بدعم الجميع. بشكرك يا دكتور. شكرا يا فندم. بهنيك مره ثانيه. بشكرك الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعه قناه سويس، وكمان بشكر الدكتور معوض الخولي رئيس جامعه المنوفيه. شكرا جزيلا لحضراتكم. ومشاهدينا الكرام، ده كان استعراض لمجموعه من الاخبار المتعلقه بالشان العام. عندنا موجز الانباء. موجز الانباء مع زميله امل نعمان. الشارع في انتظار حكومة جديدة مبتكرة في حلولها، جريئة في اقتحام المشكلات، باترة في مواجهة الفساد وضبط الأسعار.
مطالب كثيرة تكررت على ألسنة قطاع عريض من الشارع المصري، وكان القاسم المشترك بين شرائح عمرية واجتماعية متباينة. تلك المطالب لا تقل عبئا عن ما يواجهه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد، فالحسابات الفعلية والرقمية تواجه حكومة إسماعيل، سيف الوقت الذي يجعلها حكومة استثنائية بامتياز، وإمكانية تحقيق إنجاز حقيقي غير علاج المشكلات اليومية أو تنظيم دولاب العمل اليومي للوزارات والإدارات المختلفة، وهو من أهم أولوياتها. ملف الفساد يطرح نفسه وبقوة على الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن مواصلة الكشف عن الفساد والفاسدين هي من أبرز المهام التي تصطدم بها الحكومة الجديدة. كما فرض توقيت تكليف الحكومة بالتزامن مع اليوم الأخير لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية 2015 ملف الانتخابات كأحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، والتي سيكون عليها إتمام الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق بنجاح، سواء من الناحية الإدارية أو اللوجستية والأمنية، وتوفير المناخ لإتمامها. كما يعد ملف الخدمات الأكثر اهتماما لدى المواطن، حيث يتطلب من حكومة شريف إسماعيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطن. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في هذا الحوار الأوحد في من القاهرة هذه الليلة. زي ما قلنا لحضراتكم في البداية، احنا الحوار المطروح مع حضراتكم ملامح تشكيل الحكومة الجديدة. المشكلة مش في الأسماء، المشكلة في إيه لا تقدمه الحكومة الجديدة. على أي حال الموضوع مطروح مع حضراتكم لنقاش من كل الزوايا، ما الذي ستقدمه الحكومة الجديدة، طموحات المواطنين من الحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار بنرحب بضيوفنا في هذا الحوار، الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام والكاتب الصحفي بالجريدة، أهلا وسهلا. كمان بنرحب مع حضراتكم مشاهدين الكرام بالدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، برحب بحضراتكم. وابدأ معاك يا أستاذ أشرف، الملامح ربما أصبحت متضحة إلى حد كبير، وجريدة الأهرام يمكن النهاردة خرجت علينا ببعض الوجوه الباقية والوجوه الراحلة والدماء الجديدة. بالفعل احنا اقتربنا من ربع ساعة الأخير، اعتقد انك مشاورات ماراثونية تجرى على مدار الساعة بالفعل لإعداد العدة بشكل نهائي خلال الساعات القادمة. اعتقد ان انا وصلنا الى ما يقارب 85% من بورصة الاسماء التي اصبحت الان في حوزة رئيس الوزراء، واعتقد ان التنسيق بشكل دوري على مدار الساعة مع رئاسة الجمهورية مع السيد الرئيس حسب المعلومات والتسريبات المتاحة حتى هذه اللحظة. وبالتالي تم الانتهاء بالفعل من شكل الحكومة القادمة، ربما يكون هو الاغلب بنسبه 80% اعلان عن الحكومه بعد الساعه 12 ظهرا، وربما تكون بعض الترتيبات النهائيه ستؤجل الى صباح الخميس على اكثر تقدير. وكنت ارى ان هناك نيه لان يكون هناك بالفعل الانتهاء من ترتيبات اعلان الحكومه غدا بشكل كامل في ضوء ما تم بعد عصر اليوم من خلال زياده وتيره وتسارع بعدات بورصه الاسماء بشكل نهائي. واعتقد انه كان مساء اليوم في اتصالات بين رئيس الوزراء المرشح والجهات الرئاسية ورئيس الجمهورية لإمكانية الاتفاق على الشكل النهائي لبورة هذا أو إخراج هذه الحكومة في صورتها النهائية غدا حسب ما تم تسريبه حتى الآن. بكل تأكيد ربما يكون هناك تغييرات كثيرة، ربما تفوق 13 وزيرا حتى هذه اللحظة، ربما 14 وزيرا. لا أرى أن هناك مفاجآت كثيرة في الأسماء، لكن أعتقد أن هناك واجهت هذه الحكومة مشكلة بالفعل ليست التسريبات عادة ما تخرج وسائل الإعلام ببعض التوقعات لكن والواقع بيخالفها. الاعتذارات كانت كثيرة، خلينا حسب ما سألت أكثر من مسؤول، الاعتذارات من بعض الذين تم الاتصال بهم لانضمام لهذه الحكومة كانت كثيرة في الساعات الماضية، وربما يكون لعدة أسباب. البعض راغب أو لديه يقين أن هذه الحكومة من وجهة نظره هو وليس نحن، أن هذه الحكومة عمرها قصير، ستنتهي مع نهاية الأسبوع أو الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر بمجرد إعلان المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية والبرلمانية، وبالتالي هو يريد أن تكون لديه فرصة للترشح في حكومة يكتب لها الاستمرارية والديمومة لعامين أو ثلاثة، ويمكن أداؤه يخليه يجي مرة ثانية أيضا، بالإضافة إلى أن هناك أيضا حالة من الابتعاد والخوف والتوجس أو هواجس لدى كثير من بعض الوزراء الذين تم استدعائهم إمكانية التشاور معهم وتولي حقائب وزارية، فأنهم يرون أن المناخ الحالي من الإعلام وما يحدث من بعض الفضائيات وما إلى ذلك بصفة خاصة القطاع الخاص
هو السبب الذي ارتأوا او فضلوا الابتعاد الى ان تطرح الصورة بعد الانتخابات بشكل كامل، لانهم يعلمون تماما ان هذه الحكومة ستكون على المحك، خاصة انها جاءت بعد حكومة ابراهيم محلب وما حققته من بعض النجاحات، وكان لديها ايضا اخفاقات في المقابل. طب هنرجع للنقطة دي تاني. اسمح لي دكتور هشام، البعض بيقول ان المجموعة الاقتصادية او الاسماء المطروحة حتى الان يعني مستمرة، يعني جانب كبير من الأسماء اللي موجودة، بعيدا عن هذه الأسماء إذا كانت مستمرة أو لا، في تقديرك أنت ما حققته المجموعة الاقتصادية بالنسبة للمواطن البسيط على أرض الواقع؟ خلينا نفصل ما بين ما حققته على مستوى الاقتصاد وما حققته وانعكس على مستوى المواطن. تمام. لانه ما فيش اي حكومه لا بعد 25 ولا بعد 30 يونيو متصور لانه ادائها ونجاحها هينعكس على المواطن، لانه حجم المشاكل الاقتصاديه كبير للغايه، ويبقى بنخدع المواطن لو قلنا انه اي اداء الحكومه في خلال اشهر بسيطه سوف ينعكس بالايجاب او يشعر به المواطن. احنا مجتمع كبير، دوله كبيره، حجم المشاكل الاقتصاديه كبيره للغايه، وبالتالي النتائج سوف تظهر تبعا، لكن بالتاكيد في بعض النتائج نقدر نتلمسها، استقرار سياسي، هدوء امني على الرغم من بعض الاحداث خارج السياق، النشاط الاقتصادي بيعود الى حد ما بشكل طيب، معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2% على مدار السنوات الماضيه، احنا بنتكلم حاليا في حدود 4.2% متوقع. يا دكتور لما تقول المواطن البسيط في الشارع معدل النمو الاقتصادي كان 2% بقى 5%، هو مش فاهم اصلا يعني ايه معدل النمو الاقتصادي ارتفع، هو عايز حاجه تنعكس عليه بشكل مباشر. حضرتك قلت نقطه في البدايه، الاستقرار الامن ده شغل الدوله كله. تمام. لكن المجموعه الاقتصاديه تحديدا عملت ايه انعكس على الناس؟ اللي هينعكس على المواطن خلق فرصه عمل، زياده مستوى الدخل، تمام، توفر سلع وخدمات، يعني رفع مستوى معيشه المواطن. ده مش هيتحقق في ليلة المضحى، ده هيتحقق تباع. يعني لما نقول انه معدل النمو الاقتصادي بيرتفع معنى كده ايه؟ معنى كده انه مزيد من فرص العمل بيتم خلقها. طالما انه في مزيد من فرص العمل يبقى بالتاكيد في دخول بيتم انفاقها. دخول بيتم انفاقها بالتاكيد بيتم توزيع او انفاق هذه الدخول في شريان الاقتصاد، في الشراء، في السلع، في الخدمات وما الى ذلك. فنرجع نقول حجم التحديات كبير، لكن لما نيجي نقيم المجموعه الاقتصاديه اللي في الحكومه اللي مفترض هتنتهي فوضى تشكيل الحكومه الجديده، في الحقيقه حكومات بذلت مجهود وادائها ظهر بشكل طيب، وفي اقصد وزراء، وفي بعض الوزراء الحقيقه على الرغم من المجهود اللي بذلوه لكن الحقيقه النتيجه كانت ضعيفه للغايه. لو هنقيم كل وزير على حده، نبتدي بوزير الاستثمار اللي هو كان عليه هجوم شديد خلال الايام القليله الماضيه، هو بذل مجهود طيب للغايه قبيل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي بالتنسيق والتعاون مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الاهواني، والحقيقة الشخصين نجحوا باقتضاد في عقد هذا المؤتمر. لكن الحقيقة ما تلا هذا المؤتمر على مدار الستة اشهر الماضية الحقيقة كان حجم الانجاز اقل من اللي احنا شفناه خلال المؤتمر، من الوتيرة اللي مشي بيها سرعة صحيح المؤتمر وترتيبه وجذبه. هم اشتغلوا كويس قوي قبل انعقاد المؤتمر، سواء كان على مستوى التجهيز والترتيب التنظيمي، سواء كان على مستوى تجهيز المشروعات بدراسات جدوى باصلاح بنية تشريعية مع المجموعة الاقتصادية. عندنا حزمة من القوانين تم اجراء فيها تعديلات طيبة، قانون الاستثمار الجديد على الرغم انه كان في بعض التعديلات، بس علق المواد الخاصه بتعديلات ومنها الشباك الواحد مثلا. صحيح. ده كان في تصريحات خاصه برضو لاشرف سلمان. احنا عشان كده هنقول ايه، في مجهود بوزل في اطار البنيه التشريعيه الاقتصاديه ترجمته على ارض الواقع كان فيها مشاكل. لما نيجي نبتدي نتكلم على دكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون، وزير التخطيط والاصلاح والإداد، الحقيقه ملف التخطيط كان ماشي فيه بشكل كويس، مش بس التخطيط القصير، لكن كمان هو كان بيشتغل في اعداد استراتيجيه مصر 2030، فالراجل مش بيشتغل علشان السنه اللي هيقعد فيها او الشهر اللي هيقعد فيه، بيشتغل علشان يشوف رؤيه لمصر خلال 15 سنه. ما يتعلق بالاصلاح الاداري، الحقيقه حجم الانجاز ضعيف للغايه. والاصلاح الاداري مش مجرد قانون الخدمه المدنيه اللي قامت عليه الدنيا ولم تقع ولسه ما قعدتش بالظبط. القانون الخدمه المدنيه في اطار التشريعي قانون جيد للغايه، وجزء كبير من مواده هي ذات القانون القديم، لكن المشكله انه ما تجهزش مسرح التنفيذ، يعني لا القائمين على تنفيذ هذا القانون كانوا جاهزين ولا على علم بيه، المؤسسات نفسها ما كانتش جاهزه. وبعدين احنا الحقيقه تناولنا هذا القانون بعيدا عن الفكرة الأساسية، هي فكرة إصلاح إداري بما يتضمن من إصلاح مؤسسات الدولة، إصلاح هيكلي لمؤسسات الدولة لم يحدث حتى الآن. وبالتالي هنرجع تاني لمسألة التخطيط
الاصلاح الاداري. من وجهه نظر انا قلت الكلام ده يمكن قبل كده في عده لقاءات انه ربط الاثنين مع بعض. معاك يا دكتور اشرف. طيب خلينا نقف شويه عند حضرتك، اتكلمت بالنسبه للتخطيط واتكلمت بالنسبه للاستثمار. استاذ اشرف، في جزئيات تحدث عنها الدكتور هشام بتحمل في طياتها القضيه الاكبر، قضيه الفساد. قضية الفساد دايما مكافحتها على رأس الأولويات، بتأتي على لسان رئيس الجمهورية غالبا في كل المحافل الدولية اللي بيحضرها سيادة الرئيس. مكافحة الفساد فيها جزء كبير جدا من الإصلاح الإداري، وفيها جزء كبير جدا من معوقات الاستثمار اللي احنا بنعاني منها الآن. خلينا نتفق فعلا أن قضية الفساد كانت أحد البرامج الأساسية في برنامج رئيس الجمهورية منذ عام ونصف، وهو كان لديه مجموعة من الرسائل أراد أن يرسلها للمصريين في التو وفي اللحظة في أكثر من إطلالة، وكان الهاجس له أن ما كان يحدث في مصر في عهد مبارك وبعد أثناء محمد مرسي لن يكون له مكان على أرض الواقع في ظل إداراته وفي ظل فترة حكمه. وسعى منذ اللحظة الأولى توجيه الرسائل وتكريسها من خلال اختيار مجموعة من الشخصيات الذين على الأقل تمتعوا جزء منهم، لا أقول كلهم، بجزء من الشفافية والمصداقية. ربما يكون سبب عودة هذا الحديث بهذا الزخم في الشارع المصري هي القضية الكبرى أو قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية والجوهرية أيضا التي عجلت به تسريع حكومه او تسريح حكومه ابراهيم محلب. طيب يعني علينا ان طيب يعني اشرف بيه في النقطه دي تحديدا، عشان بس واحنا بنتكلم انا بس عايز اقول لك يا دكتور اشرف، دكتور هشام، احنا هنرجع تاني لنفس السؤال اللي كنا عشان حضرتك ما كملتش يعني. انا بس كنت عايزه مشاركه الحديث هنرجع تاني. البعض بيقول فيما يتعلق باستراتيجيه مصر او استراتيجيه الرئيس السيسي في مكافحه الفساد ان ما كانش بعد الثورة مباشرة او بعد ما تم مباشرة نبتدي نشتغل على الفساد، حتى لو احنا عارفين ان في فساد موجود، كان تكفيف المنابع الخارجية بشكل عام وخلق مناخ خارجي لمصر يعني يتفهم الواقع الداخلي، ثم بداية تكفيف الاجهزة الرقابية حتى تعتمد على نفسها بشكل دقيق وتكون يعني لها معايير موضوعية في معالجة الفساد، وبالتالي الدخول في هذا الملف بعمق. بدأنا؟ أعتقد أن كل هذه الأمور التي طرحتها تفضلت وطرحها كانت تسير بالتوازي مع خطة الحكومة لإحداث الهيكلية أو التغيير الكامل في قطاعات الدولة منذ اللحظة الأولى. كان الهاجس الأول وأيضا الحركية الأولى كانت تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الاستقرار، وكل تأكيد نجحنا إلى حد ما في توفير الحد الأدنى من الاستقرار بدليل ما ننعم به حاليا قياسا بما هو حولنا في كثير من دول الإقليم أو دول الجوار. كانت ايضا الهاجس الثاني ان يكون لديك حاله من الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع كافه دول الاقليم ومع المجتمع الدولي لتستعيد جزء من النفوذ المصري الذي حرس له عمليات انكفاء على مدار سنوات طويله. واستطعنا بالفعل خلال سنه ونصف او عام ونصف تحديدا ان نوسع دائره الحركه لعوده علاقات قويه مع كافه دول المجتمع الدولي باستثناء بريطانيا التي لديها وضع خاص ويتم تذليل عقبه اختراق المصري اتجاه بريطانيا مع القمة أو الزيارة المرتقبة نهاية هذا العام أو هذا العام القادم حسب ما يقرأ حاليا في الكواليس الدبلوماسية المصرية من قبل الرئيس السيسي لبريطانيا. إذن كانت هناك ملفات على درجة كبيرة من الأهمية والأولويات وترتيب الأولويات تم معالجتها وتم تحقيق نجاحات واختراقات تبقى قضية الفساد كان يتم السير فيها إلى حد ما بوتيرة إلى ربما تكون ضعيفة أو متراجعة. أعتقد أنه في الآونة الأخيرة بعد بروز قضية فساد وزير الزراعة والزراعة أصبح المجال مفتوحا أمام صنع القرار والقيادة السياسية، يعني يكون هناك تسريع للخطى في محاولة لوقف وتكفيف المنابع من ناحية وفي نفس الوقت تحقيق انتصارات أو على الأقل مجموعة من الاختراقات. هل هذه القضية هي مسارات بهزة في الحكومة بالكل تأكيد كان حاليا هي حكومة مسيرة للأعمال بل هل هذا الملف وفتحه بالنسبة لقضية الفساد في وزارة الزراعة وربما طالت الأقاويل الكثير من الوزارات وخرجت رئاسة الوزارة ببيان رسمي بأن لم يكن هناك أي شبهات حول أي وزير آخر، هل هذا عجل باستقالة الحكومة ومن ثم إعادة ترتيب الأوراق؟ خلينا نتفق أن يبدو أن قضية وزارة الزراعة لا تكتفي بس على وزارة الزراعة أو وزير الزراعة، يبدو أن هناك في الأفق حسب كثير من بعض التسريبات التي تحدث فيها البعض أنه يبدو أن بعض الأشخاص لا أقول وزراء أو غير وزراء متورطين في هذا الملف، وأعتقد أن أحد الأسباب التي عجلت بهذا التغيير وارتأت القيادة السياسية ورئيس السيسي بضرورة أن يكون هناك شفافية مطلقة هو اللجوء إلى تغيير الحكومة بشكل كامل واختيار رئيس حكومة جديد، لأنه يبدو في الأفق أن هناك مجموعة من المطالبات
من قبل الأجهزة الرقابية باستدعاء أو التحقيق مع أكثر من وزير أو أكثر من شخص كان على صلة بهذه الحكومة. ويبدو أن هذا الملف يكون على متسع بشكل كبير في الأيام القادمة بعد تشكيل الحكومة القادمة، لأن هناك كثير من التأكيدات أن هذه القضية تحمل كثير من الأسماء في قادم الأيام، وبالتالي علينا أن نوسع دائرة الحركة ونعلم تماما أن هذه القضية ستكون أحد الملفات الرئيسية التي من خلالها سيتم فتح ملفات كثيرة، لأن الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية تقول لدينا أكثر من 100 قضية في الآونة الأخيرة بعد الثورة وحتى الأيام الماضية كانت قضية وزارة الزراعة التي فرضت نفسها وكان لابد من التدخل الجراحي لتغيير هذه أو وقف هذا الفساد أو تغيير هذه المعادلة. وبالتالي أرى أن الأيام القادمة ستشهد نوع من الانفتاح من قبل الرئاسة والمؤسسات الرقابية على فتح كثير من الملفات الخاصة بالفساد، وأعتقد أن رئيس الجمهورية أشار بشكل واضح وصريح عندما أقسم أو أكد أو جزم أنه لن يسمح لأحد بسرقة جنيه ورقي واحد من خزينة الدولة المصرية أو من مؤسسات الدولة المصرية. هذا يؤكد أن هناك لدى صانع القرار لدى الرئيس نية وتوجه أصيل وجوهري لفتح كل الملفات في محاولة لإرسال رسائل تحذيرية للجميع أنه سيكون هناك حساب عسير لكل من سعى للفساد أو اختلس أموالا أو سعى لإحداث منظومة الفساد أو عودتها مرة ثانية على أرض الواقع باعتبار أحد ملفات الجوهرية التي ستثبت أركان ودعائم هذا النظام لو نجح في القضاء على الفساد، لأننا كنا نعلم تماما أن هناك حالة من الغضب والاحتقان عما تم إذاعته أو نشره رغم حظر النشر، لكن يبدو أن الأيام القادمة ستكون حبلة بالمفاجآت في قضايا الفساد. طيب دكتور هشام، هنرجع تاني لنفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها حوالين أداء المجموعة الاقتصادية وانعكاساتها على الشارع المصري بشكل عام. سيادتك استعرضت يعني بعض الأدوار المتعلقة ببعض الحقائب الوزارية، نكمل النقطة دي ونشوف تأثير ده كله الشغل اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت على المواطن البسيط وانعكاساته على الشارع بشكل عام، وإلى أي مدى في تقديرك المواطن كان راضي عن أداء الحكومة في بعض الملفات أو غيرها؟ طب الحقيقة بس اسمح لي قبل ما نسترسل في تقييم بعض الوزراء في أدائهم خليني أشير لكذا عدة نقاط في مسألة الفساد. من وجهة نظري الرئيس أنقذ الحكومة حكومة تسيير الأعمال بقبول استقالتها، لأنه الحقيقة أتصور أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية الحكومة واجهت سيل من الانتقادات ومن رد الفعل السلبي من جانب المواطن، والحقيقة أتصور أنه قبول استقالة هذه الحكومة كان أمر ينقذها. الأمر الثاني انه الرئيس اعاد لهذه الحكومه كرامتها حينما تحدث في حديثه مؤخرا وخاصه رئيس الوزراء، وبالتالي حتى لو كان ادائهم ضعيف خلال الاشهر الماضيه ما تمش الاستجابه لعدد كبير من مطالب المواطنين، لكن يحسب لها انها اتحركت في ظروف صعبه، كان في مجهود كان بيبذل، وبالتالي مش عايزين نقول انه قضيه الفساد وحدها هي اللي عصفت بهذه الحكومه، لكن نقدر نقول جمله اخطاء وقعت فيها الحكومه بما فيها حتى الأخطاء اللفظية أو الكلامية. بالتأكيد ما بذل من مجهود يجب أن نحييه ونشد على عزله، ونشد أيضا على عزل من سوف يتم تكليفه، لأنه نقطة أيضا هامة وخطيرة مسألة الاعتذارات من بعض المرشحين. الحقيقة احنا في ظروف صعبة للغاية، وأتصور أنه دايما السيد الرئيس بزيه العسكري حينما يتحدث هو يتحدث عن أن يجب أن يكون المواطن خط دفاع أول عن مصر ككل، مش بس فرد العسكر او فرد الامن، وبالتالي مساله الوزير اللي بيقبل او المرشح اللي بيقبل هذا المنصب اتصور انه مفترض انه لا يقل عن الجندي اللي بيدافع عن الوطن. فمساله الاعتذارات الحقيقه انا شايف انه لا يجب ان تكون، لانه احنا في ظروف صعبه جدا، من يعتذر يهرب عن المعركه، واحنا في اشد الحاجه انه الكل يدافع عن هذا الوطن ويتحمل المسؤوليه حتى لو كان في بعض الهجوم او النقد، لانه احنا بالتاكيد في مجتمع ينفتح داخليا وخارجيا، وبالتالي الكلام ده مش مؤكد. يعني احنا بنسمع الاعلام بيقول يعني في بعض الناس بتطلع تقول لك في اعتذارات، هو جاب الكلام ده منين؟ ده في حاله تكتم صحيح. شديد صحيح. يعني محدش عارف مين قاعد حتى ومين ماشي يعني صحيح. فخلينا نتعامل مع الملف على انه صحيح. تكهنات يعني صحيح. لو نرجع تاني لتقييم الوزراء، احنا قلنا انه وزير التخطيط الحقيقه بذل مجهود طيب فيما يتعلق بوضع استراتيجيه عامه لمصر في محاوله جاده لاصلاح منظومه المؤسسات الدوله الاصلاح الاداري، لكن الحقيقه الملف ده محتاج شغل كبير جدا. ما يتعلق
يتعلق به وزير الماليه السيد هاني هادي الحقيقه ايضا بذل مجهود فيما يتعلق بضبط العجز الموازنه العامه للدوله، وان كان في بعض القوانين تضحى وبعدين تم التراجع عنها، حزمه القوانين الثلاثه الشهيره، قانون الارباح الراسماليه ضريبه البورصه، وقانون ضريبه الدخل اللي من يزيد دخله على المليون جنيه اللي تم رفعها من 25% ل 30%، ثم العوده مره اخرى ل 22.5% كحد سقف للتعريفه الضريبيه، والقانون الثالث هو قانون الضريبه العقاريه اللي ما زال تطبيقه بيواجه عدد من المشاكل. ففي الحقيقه ثلاث قوانين هو بنفسه اللي كان صاحب الاقتراح وصاحب المجهود في سن هذه التشريعات، لكن التطبيق الحقيقه لم يواكبه النجاح، لكن على الرغم من هذه الاخفاقات لكن طيب ايضا ده حسب عليه بانه هزات في القرارات المختلفه فيما يخص القوانين، يعني القانون بالتأكيد او قرار وبعدين سحب القرار. ما هو خلينا نتفق على انه ما لم يكن هناك حوار مجتمعي حقيقي قبل اصدار اي تشريع هتكون نتيجته كده. ده ينطبق على قانون الخدمة المدنية، ينطبق على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، ينطبق على الضريبة العقارية، لأنه الحقيقة في بعض وجهات النظر بتطرح، وللأسف الحكومة برضو كانت في بعض الفترات متمسكة، مش عايز أقول متعنتة، لكن كانت متمسكة بوجهة نظرها، والحقيقة شفنا على أرض الواقع أنه القوانين لم تنجح. وبالتالي مهم أوي يكون في حوار مجتمعي حقيقي، مش مجرد ديكور بنسمع وجهات نظر وبعدين في النهاية اللي في ذهن الحكومة هي اللي بتنفذه. كان موجود في الحكومة اللي فاتت؟ كان موجود في بعض التشريعات اللي احنا اشرنا اليها، احنا اشرنا قانون الخدمة المدنية، اشرنا ليه. بس ما تيجي تقول للوزير على الموضوع ده بيقول لك لا احنا عملنا واستقبلنا وعملنا ندوات وعملنا اقتراحات واستقبلنا ندوات، كل النقابات تقريبا ادتنا مقترحات، يعني كان الموضوع خلينا نوضح لانه الحوار الحقيقي على قانون الخدمة المدنية جاء بعد اصدار هذا القانون، الحوار جاء في اللائحة التنفيذية مش في القانون، لانه القانون صدر يوم 12 مارس. القانون لم يصدر قديما، هو صدر قبل انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي، لكن النقاشات كلها الحقيقيه مع المجتمع جت في اللائحه التنفيذيه. فلما الموضوع اتفتح للحوار المجتمعي الناس ما بقتش تتكلم في اللائحه التنفيذيه، بتتكلم في القانون اللي صدر بالفعل. اضيف لي انه القانون تم تطبيقه بالفعل من يوليو الماضي، والحقيقه واجه تطبيقه مشاكل عنيفه، لانه المفترض الجهات والشخصيات اللي هيقوموا بتنفيذ هذا القانون ما كانوش فاهمينه، وبالتالي حصل اخطاء كثيره للغايه. فالتاني هنرجع نقول انه يمكن خطا الحكومه مش بس انها عملت قانون لم يكن عليه حوار مجتمعي حقيقي، لكن كمان تسويق هذا القانون بشكل جيد، معارض الاطار الاساسي ليه، الاستماع ليه. ده اخذ على الحكومه بالتاكيد. طيب فكره ضبط الاسعار وسوق العملات، البنك المركزي في قرار اخير ثبت سعر الجنيه امام الدولار، لكن السوق السوداء الحقيقه يمكن الرقابه عليها خفت بشكل او باخر، لان السعر في السوق السوداء مختلف تماما عن سعر البنك او السعر اللي ثبته البنك المركزي. فين دور الرقابه وكان موجود في فتره قبل ما يحصل الارتفاع الاخير للدولار امام الجنيه او هبوط الجنيه امام الدولار اذا صح التعبير؟ طيب يعني بالشكل الاقتصادي الانسب. طيب لو هنتكلم على العمله وسعرها وتقييمها، البعض بيوجه نقد عنيف للسياسه الناديه والبنك المركزي في القرارات والاجراءات اللي خدها على مدار الاشهر الماضيه. خلينا نوضح لانه ما يقوم بالبنك المركزي ليس فقط لضبط سوق سعر الصرف بقدر ما هو المفهوم الاشمل او الاكبر هو ضبط سوق الصرف نفسه. ومش بس ما يتعلق بال النقد الاجنبي لكن كمان بالجنيه، وان كان يمكن الخطوات بدات بالنقد الاجنبي لكن المفترض في خطوات تاليه هتكون لضبط سوق التعامل بالجنيه المصري. احنا مجتمع استهوى التعامل النقدي الكاش، بنشيل شنطه فيها مليون اتنين تلاته ندخل ونخرج نمشي بيها في اي حته، وما ينطبق على الجنيه بينطبق على الدولار. وبالتالي من هنا بيتحرك البنك المركزي في مش عايز اقول القضاء على التعاملات النقديه، لكن ترشيد وتوجيه المجتمع انه التعاملات يجب ان تتم في الجهاز المصرفي بشكل اساسي ومن خلال حسابات البنوك، درءا لاي عمليات فساد، تزوير عمله، اختلاسات، سرقه وما الى ذلك. ما اتخذه البنك المركزي من عده اجراءات ده كان هدف اساسي فيه، لكن يضاف اليه ايضا عده اهداف اخرى من بينها تداول النقد الاجنبي وخاصه تحويلات المصريين في الخارج. لو هنتكلم ان المصريين بيحولوا 20 مليار دولار، كم ما يخرج من 18 مليار دولار منها بيتم تداوله في السوق المصري في شركات الصرف،
وبالتالي اذا كان في شح في البنك المركزي من النقد الاجنبي، البنك المركزي ما بيطبعش دولار، البنك المركزي بيدير. تمام. وبالتالي مساله انه يكون الجزء الاكبر من موارد الاقتصاد من النقد الاجنبي بتضاد في خارج الجهاز المصرفي المفترض انه جهاز منضبط وعليه رقابه ومنظم، كان هذا الامر يجب ان يوضع في اطاره الصحيح، لانه ما يجبش انه اترك الاقتصاد في ايدي عابسين ممكن يكون ليهم اي اهداف. احنا شفنا شركات توظيف الاموال كبرت لحد لما انفجر في وش المجتمع، فما يجبش انه اسيب شركات او اكشاك او محلات تدير حركة الاقتصاد وتهيمن على التعاملات، مش بس الاقتصاد لكن تفرض ما تريده على أسعار السلع والخدمات، لأنه من شأن أن يتم تحريك سعر الصرف بشكل عشوائي، بنشوف فوق الثمانية وثمانية ونص وتسعة، ده ينعكس على المواطن، لأنه في النهاية لما حضرتك بتروح تشتري سلعة هيجي يقول لك إيه، ما الدولار بقى بتسعة جنيه. طب ما هو ده فكرة ضبط الأسعار في السوق السوداء، خلينا نوضح على إنه ما يتخطى حاجز 95% من النقد الأجنبي يتم تداوله داخل السوق المصرفي، وبالتالي عملية الاستيراد بشكل أساسي بتتم بالسعر الرسمي اللي هو 7.83 مش بالثمانية وثمانية ونص وتسعة زي ما احنا بنسمع. وبالتالي من يسعى إلى تحقيق مزيد من الربح على حساب المستهلك هنقوله لا، لأنه أنت استخدمت نقد أجنبي بسعر متفق ومعلوم. أيوة، مين اللي بيضبط؟ ما هو في الآخر المردود علي أنا إيه كمواطن؟ إن الأسعار بترتفع عليا، والحجة أصل أنا مش عارف أستورد، أصل أنا الدولار عليا غلي، أصل 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 أصل. خلينا مين المنوط بيه الرقابة؟ بالتأكيد البنك المركزي، لكن خلينا نوضح على إنه البنك المركزي بيشتغل مع بالتنسيق مع الحكومة. طيب. وبالتالي لما نيجي نبص للميزان التجاري، ما هو مصر والجنيه لن ترتفع قيمته ويقوى أمام النقد الأجنبي إلا لما يبقى المجتمع قادر على التعامل مع المجتمع الخارجي. إحنا عندنا استيراد ب 60 مليار دولار، وعندنا بنصدر ب 22 مليار دولار، يعني عندي فجوة في الميزان التجاري 38 مليار دولار سنوياً. البنك المركزي هيجيب منين هذه الأموال إلا لما المجتمع ينصلح حاله ككل، المستورد يهدى شوية والمصدر يبتدي يتعامل بشكل إيجابي؟ طيب مع دي خلينا نقول إن دي مسؤولية الحكومة، اللي إحنا استفدنا في الجزئية دي تحديدا ممكن نفرد لها حلقات لوحدها، وده طبعا مش موضوع إحنا طبعا فأستاذ أشرف لازم يشاركنا. طيب إحنا عايزين نتكلم حوالين ده الجوانب الاقتصادية وده الحكومة اللي فاتت، في تقديرك أنت أبرز التحديات اللي بتقابل الحكومة اللي جاية غير الانتخابات البرلمانية؟ الانتخابات بكل تأكيد هي ملف رئيسي، لكن عندنا حاجات تانية. أعتقد أن جزء أساسي هو الاستمرار في توفير الحد الأدنى لمتطلبات الشارع المصري والجماهير المصرية. عفوا، تعلم تماما أن الحكومة محلب في الفترة الأخيرة واجهها بعض الأزمات المتعلقة بنقص بعض السلع، ارتفاع الأسعار وما إلى ذلك، كانت أحد الأسباب التي أحدثت الاحتقان والغضب في الشارع على مدار شهرين أو ثلاثة، وأحد الأسباب أيضا التي جعلت رئيس الجمهورية أن يفكر في ضخ دماء جديدة لهذه الحكومة تستطيع أن تقدم رؤية أو فكر جديد يوفر حلول واستحقاقات لبعض الأزمات، كما حدث في أزمة الكهرباء وتم حلها، وأزمة الغاز والسولار التي تفوقت فيها أيضا الحكومة، والفضل كله لحكومة محلب في مثل هذا الطرح. هناك قضايا أخرى متعلقة بحالة الاحتقان الموجودة، يعني كان من الأفضل على حكومة محلب أن تؤجل قانون الخدمة المدنية إلى أن يأتي البرلمان، لأنه الذي عجل أيضا مثل هذا الطرح، رغم أنني أثني على حكومة محلب في كثير من النجاحات، إلا أنها كانت لديها إخفاقات ما كان ينبغي لها أن تقع، خاصة أنها تعلم تماما أن هناك انقسام عمودي داخل الشارع المصري أو داخل الدولة المصرية بين موظفي 6 مليون موظف حول هذا القانون. وبالتالي أرى أنه هناك بالفعل أولوية من الآن على الحكومة القادمة أن تسعى لإحداث نوع من الطمأنينة والهدوء داخل الشارع من خلال التعاطي مع القضايا الجماهيرية في المقام الأول، أيضا أن تستمر في قضايا متعلقة بالأمن. نعلم تماما أننا حتى هذه اللحظة حققنا بعض النجاحات، لكننا نحتاج إلى توسيع الحركة فيما يتعلق بتوفير الاستتباب الأمني بشكل كامل في المرحلة القادمة بعد الانتخابات، حتى نستطيع أن نقول للمجتمع الدولي وفي الداخل أننا تفوقنا على أنفسنا في فترة وجيزة من تحقيق الانسجام أو الاستقرار الكامل. بالتالي كل هذه القضايا، وكنت أرى أن هذه الحكومة لن يكون لديها فرصة كبيرة للتعاطي مع حجم المشروعات الكبرى التي طرحت بعد مؤتمر شرم الشيخ أو حتى بعد افتتاح قناة السويس، لأنه من الأشياء التي أعيب فيها على حكومة محلب أن مؤتمر شرم الشيخ أتى بسقف عالي من المشروعات والطموحات
لكن فوجئنا بعد هذا المؤتمر أن آلية التعاطي أو على الأقل المتابعة كانت ضعيفة للغاية، وأن حجم ما تم رصده من مشروعات وأموال كان كبير للغاية، وبالتالي أحدث نوع من البهجة والفرحة داخل الشارع المصري. أشرف بيه، هي الحكومة الجاية الجديدة جاية تفتح ملفات ولا تتعامل مع قضايا موجودة على أرض الواقع حتى المدة اللي هي محددة ليه؟ أنا من وجهة نظري أنها حكومة انتقالية ستستمر من 3 إلى 3 أشهر ونصف على أكثر تقدير، وبالتالي لن يكون لديها رؤية ولا أفق لإمكانية سن تشريعات أو على الأقل بعد رئيس الجمهورية بالعودة إليه أو على الأقل لطرح مشروعات كبرى في المرحلة القادمة، لأن الوقت المتبقي لديها لن يكون طويلا. طب ما هو ده شيء محبط للي هيجي. اعتقد ان الظروف هي التي اجبرت رئيس الجمهوريه في الفتره الاخيره كما قلنا بينهم الاحتكام في الشارع المصري بسبب انعدام بعض الكفاءات او بعض الوزارات، وايضا تعالي او انتشار او على الاقل علو الصوت في الشارع المصري بعد قيادة فساد وزاره الزراعه، كان لابد من اطفاء هذه النيران او طمانه المصريين ان رئيس الجمهوريه لن يقبل بحدوث اي نوع من الانحرافات او فساد في اي وزاره من الوزارات. ويبدو ان المساله كما قلت اكرر ليست مرتبطه بوزاره الزراعه فقط. طيب عشان الوقت بس هنقول الحكومه الجديده انتقالية. في تقديرك انت هي انتقاليه. الاجواء العامه المتعلقه بالانتخابات البرلمانيه في ضوء الحكومه الجديده. أعتقد الأجواء العامة ستفرض نفسها من الآن فلاحقا. أنت بعد غدا تحديدا بعد إعلان الأسماء والكشوف النهائية سيكون حريص الشارع المصري على مدار 3 أشهر تحديدا لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات. سنشهد سباق انتخابي والماراثون سوف يبدأ بعد العيد مباشرة مع 17 و18، وقبل ذلك بمجرد بدء الدعاية الانتخابية سيكون هناك انشغال كامل لدى المصريين بهذه الانتخابات، وبالتالي الحكومة أمامها فرصة لإحداث أو توفير الأرضية والمناخ والترضيات المناسبة أو المناخات المناسبة لإجراء هذه الانتخابات في أجواء يسبها كثير من الشفافية وأيضا يكون فيها رشاد سياسي. إذن دي هتكون أول أولوياتها والأولوية الكبرى والأهم. بعد ذلك إذا نجحت هذه الحكومة واستطاعت أن تحقق بعض استحقاقات النجاح وبعض الوزراء قبل بلاء حسنا، أعتقد أنه منهم من سيبقى في الحكومة التي سوف يتم تشكيلها، لكن تعلمين تماما بنص الدستور بعد أن يتم إجراء الانتخابات وعليها المرحلة الثانية ستقدم هذه الحكومة استقالتها. هل السؤال الجوهري هل سيحصل تحالف أو حزب أو جماعة على 50+1؟ أرى من وجهة نظري أنه صعب إن لم يكن مستحيلا، وبالتالي سيسقط الأمر مرة ثانية في يد رئيس الجمهورية ليختار أحد الشخصيات بما فيها رئيس الحكومة إذا نجح الجديد، أو يختار شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة تتواكب مع فكرة الأكثرية هي اللي هتغلب. أعتقد لأنه لن ممكن يحصل. يقوم تحالفات داخلية من الصعب. صعب. أكثر تحالف الـ 15 إلى 18% من وجهة نظري من الصعب. هناك تباين، وعليك أن تعودي بالذاكرة في الأيام الماضية حجم الخلافات والتباينات التي حدثت بين انهارت كل التحالفات، دخول وانسحاب دخول وانسحاب على مدار الساعة كأننا كنا في البورصة. إدى مؤشر سيء للغاية، وبالتالي لن يستطيع تكتل أو حزب الحصول أكثر من 15 إلى 20% على أكثر تقدير. حتى السلفيين أو أصحاب التيار الإسلامي السياسي السلفيين تحديدا لن يتجاوز عددهم في البرلمان من 5 إلى 8 فقط، والصورة ستكون مختلفة تماما، وبالتالي لن يستطيع إقامة تحالف داخل البرلمان القادم، وربما يكون الخوف كل الخوف أن يتسلل الفلول للأسف الشديد أو الإخوان يعني وكان البعض يراهن على التيار المستقل سابقين. أن يكون التيار المستقل أو تيار الاستقلال هو له الحظوة أو الحضور ولو ب 25%. نتمنى أن يحدث ذلك، وهذا سوف يتوقف على مشاركة الناخب المصري وعلى جيل الشباب كما دعا الرئيس في أول أمس في جامعة قناة السويس. دكتور هشام، هناك طرح اقتصادي من المتخصصين من الممكن أن تتفق معه أو تختلف بفكرة استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية للتنسيق فيما بينها. هل بترى أهمية لمثل هذا التنسيق بين الوزارات المختلفة للمجموعة الاقتصادية، أم يظل العمل منفردا داخل كل وزارة حسب ما يرتئيه الوزير؟ لا، بالتأكيد أمر هام للغاية يكون هناك تنسيق ما بين مش بس وزراء المجموعة الاقتصادية لكن أيضا مع محافظ البنك المركزي، وإحنا مفترض عندنا مجلس لتنسيق السياسات ما بين السياسات المالية والسياسات النقدية كموجود من عام 2005، والحقيقة ظل فترات طويلة مش مفعل، يمكن تم استبداله بفكرة المجموعة الاقتصادية اللي بيكون حاضر فيها محافظ البنك المركزي، لكن يعني أمر هام للغاية أن يكون في أولا في اتفاق ما بين وزراء المجموعة الاقتصادية والحكومة ككل مع رؤية الدولة، لأنه خلينا نتفق على أنه الرئيس شخصيا عنده رؤية وعنده برنامج
والمفترض انه ده اللي تم انتخاب الشعب ليه على اساسه، وبالتالي هو عنده طموح وعنده اهداف، والحكومه بالتاكيد اي حكومه بتيجي بتدعم ده وبتكمله. ولما بيبقى الاداء بطيء في تحقيق الانجازات اللي الرئيس المفترض حاططها امامه كي يحققها للشعب، هنا اللي احنا شفناه خلال الاشهر الماضيه انه اداء الحكومه، وكلنا بدانا نتكلم اداء الحكومه بطيء شويه، والرئيس يمكن حركته اسرع، هو شايف انه ممكن اهدافه اللي هو عايز يحققها الحكومه مش بتساعده بالتوقيت المناسب. وكان عندنا نموذج قناه سويس، ثلاث سنين لا سنه، حط جدول زمني المشروع انتهى. لما نيجي نقارن ده بمشروعات مؤتمر الاقتصادي، حتى الان الجزء الاكبر مفيش حاجه، وترت الحركه مختلف بالتاكيد. وبالتالي يبقى الفكره كلها مش بس ان وزير يجي عنده رؤيه، لكن عايزين وزراء تكون شايفه رؤيه الدوله وشايفه اللي عايز. لكن فكره المنسق، المنسق بالتاكيد امر هام للغايه، مش بس ما بين وزراء المجموعه الاقتصاديه، لكن كمان زي ما اشرنا ليه البنك المركزي، والنقطه الاهم انه يكون شايف رساله الدوله. واحنا عندنا كمان الحقيقه امر كان مستغرب، انه دايما زيارات الرئيس للخارج ما كانش فيه اللي بيغطي وراء الرئيس، يعني قبل زيارات الرئيس كانت بتبقى بتتجهز بشكل كويس، الرئيس بيطلع بيها من نجاحات خارجيه، بعد عوده الرئيس المفترض شغل يبتدي يتعمل ما بيتعملش. متابعة انه من داخله من الخارج بيطلع روسيا، المفترض انه بعد ما يرجع خلاص هو فتح الباب. صحيح. المفترض مين بقى اللي بيشغل وراه؟ ما كانش فيه. راح الصين فتح والتقى مرتين، مين بقى بيروح يكمل؟ ما شفناش ده. وده مهم، زي بقول انه مش بس وزير يبقى جاي عنده رؤية او عنده طموح، لا، يبقى شايف رؤية الدولة ويبقى شايف خطة الدولة ويشتغل بسرعة، يقدر تكون مواكبة لطموحات الرئيس وطموحات الشعب، لانه حجم المشاكل اللي بتواجه المواطن كبيرة للغاية. فمسألة التنسيق امر مهم جدا، مسألة انه الحكومة تبقى جاية او الوزير جاي شايف انها حكومة مؤقتة ومدتها شهرين او ثلاثة، ده احد اسباب فشله. وبالتالي مهم قوي انه اي وزير يقبل يكون شايف انه دي مش حكومه شهرين. طيب دكتور، في نفس الاطار ده، في تقديرك انت المواطن البسيط محتاج حاجات كتيره جدا من الحكومه الجديده، وعنده الجديده على اعتبار ان الرئيس غير، لان في فساد وفي اخفاقات لهذه الحكومه، ايه اللي الحكومه تقدر تقدمه للمواطن بشكل سريع خلال المده القصيره دي؟ اول حاجه الثقه. الحكومه، حكومه المهندس ابراهيم محلب، فقدت الثقه في الاشهر الماضيه، والمواطن محتاج درجه ثقه في الحكومه. يمكن المهندس ابراهيم محلب لما كان بينزل يتفقد مشروعات وبينزل الشوارع، ده كان بيقرب، ده مطلوب، مطلوب انه مش بس رئيس الوزراء، لكن الوزراء وما دون الوزراء يكونوا بينزلوا ويقربوا من الشارع ويشوفوا المشاكل على ارض الواقع، ده امر مطلوب جدا. مساله الثقه الحقيقه مهمه جدا، لانه خلينا نتفق على انه المجتمع ده لا ينصلح حاله الا من خلال المواطن. المواطن لو عنده ثقة في الحكومة هيشتغل وهيدي. وخلينا نشير تاني لنموذج قناة السويس وال64 مليار اللي طلعوا في 8 ايام عمل. المواطن ما كانش ممكن ينزل ويقف طوابير لحد بالليل الا اذا كان شايف انه عنده درجة ثقة عالية في الرئيس اللي هو طرح هذا المشروع والتزم امام الشعب. وبالتالي اي حكومة هتتحرك في هذا الاطار اتصور انه هيكتب لها نجاح. الحكومه اللي هتشتغل بعيدا عن قياس درجه ثقه المواطن فيها، اتصور انها هتفشل. وبناء الثقه هيجي ازاي يا دكتور؟ هيجي من خلال انه اولا الالتزام بما يتم الاعلان عنه، لما نقول في مشروع هنعمله يتعمل زي ما الرئيس كده بيعمل. الامر الثاني انه المشروع يتعمل في وقت زمني محدد وقصير، عشان المواطن برضه عايز يتابع وعايز يشوف. مشاكل الخدمات على ارض الواقع، عندنا مشاكل في المياه، في الصرف الصحي، في الطرق وما الى ذلك. مهم قوي انه الحكومه تدي وعد مشروع الصرف الصحي في المقطم هيخلص في 3 شهور. بالتاكيد الكل بيتابع والاعلام يكون متابع. هننزل مع الوزراء في انجاز، المواطن هترتفع درجه ثقته. مفيش حاجه هيبقى في مشكله. تخيل ده، حضرتك بتقول نقط يعني مهمه جدا، خدمات وصحه، هنحطها في اول خدمات، وتعليم. احنا عندنا وزارة للتعليم، تربية وتعليم، وتعليم عالي، تعليم والتدريب الفني، تقريبا 3 وزارات مختصين بالتعليم. حضرتك شايفهم ازاي في الحكومة الجديدة؟ كويس انت طرحت، وهنتفادى فيهم وهنتفادى سلبيات الفات ازاي؟ كويس طرحت احد الاسباب. هتكلم على التعليم كخدمة، وهتكلم على الصحة كمان كخدمة برضو مقدمة للمواطن. وكان فيه الحقيقة علامات استفهام واستفسارات كتير قوي خاصة بوزارات التعليم ووزارة الصحة. حضرتك اعتقد انت بتشيري بشكل مباشر لما يصادمني
الى الازمات التي تسبب فيها هذه الوزارات او تصريحاتهم ومواقفهم في الاسراع باقاله حكومه محلب او على الاقل تغيير حكومه رئيس الوزراء محلب. اعتقد ان لو بعض الوزراء ارتكبوا كثير من الاخطاء والخطايا التي عجلت ايضا بالوزاره ليس كره الفساد فقط او القصور في توجيه او انجاز بعض المشروعات. اعتقد مجموعه من الاخطاء وقعت فيها وزاره الثقافه وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال صياغة مجموعة من الأخطاء لعبت دورا كبيرا في إحداث نوع من الغضب والاحتقان داخل الشارع المصري. كلنا نعلم تماما ما فعله وزير التعليم العالي، أيضا ما فعله وزير الثقافة في الآونة الأخيرة، حتى أن رئيس الوزراء استضطر أن يستضيف مجموعة من الكبار المثقفين والفنانين في مكتبه مرة واثنين حتى يعالج أزمة وزارة الثقافة. ايضا ما فعله وزير الصحه، وجدنا مع حارسه من قبل ابراهيم محلب عندما ذهب لمعهد القلب مرتين واستعانوا بالقوات المسلحه لتجديد ومنع انهيار او الموت السريري لمعهد القلب. لا وملفات ثانيه وملفات اخرى كثيره الوزراء يعني. بالفعل مجموعه الوزراء من خلال تصريحاتهم ومواقفهم وسلبياتهم لعبت دورا كبيرا ايضا حتى لنظم رئيس الوزراء وحده، هم الذين عجلوا ايضا من خلال هذه المبادرات السيئه التي صبت في خانه خلق الغضب والاحتقان في الشارع المصري. اذا كنا نتحدث عن هذه الحكومه انا من وجهه نظري الفتره المتبقيه للوزراء القادمه لن تستطيع ان يكون هناك نوع من طرح المبادرات عملاقة أو جوهرية تلعب دورا كبيرا في إقناع الشارع المصري، لأن المسألة كما قلنا واتفقنا. وأنا مش مفروض بشتغل على استراتيجية؟ أعتقد أن هذا ما حكومة ده احنا مفتقدين تتمتع على بفترة زمنية طويلة، وهذا الأمر لن يحسمه إلا انتخابات البرلمان، لأن سوف يكون هناك أمد واستمرارية لهذه الحكومة عندما يتم تشكيلها. أعلم الجميع يعلم تماما أنه يعلم أيضا أن الفترة المتبقية له قليلة للغاية. سؤالي لحضراتكم، أيا كانت الأسماء في الحكومة الجديدة هل هتفرق مع الشارع المصري؟ أعتقد أنه لو كانت هناك بعض الأسماء التي لديها إنجازات أو على الأقل حققوا بعض الإنجازات في مواقعهم القيادية أو حتى العلمية وكانوا يتمتعوا بجزء كبير من الشفافية، على الأقل سيوفر جزء من الطمأنينة في الشارع المصري. أنك تعلم تماما أن محلب حتى منذ اللحظة الأولى كان يعلم عنه أنه شخص شغال ولديه درجة كبيرة صحيح. جدا يعني خلينا نقول الاسم أول خطوات الثقة بيلعب دور كبير جدا في خلق الثقة وتوفير مناخات ثقة عند المواطنين، وفي نفس الوقت بيعطي فرصة للأمل أو فسحة من التفاؤل. بس احنا مفتقدين السياسة اللي بتستمر حتى لو الشخص صحيح. راح يعني هذا دي الفكره اللي حضرتك بتتكلم عنها، ان الحكومه انتقاليه ممكن ما تلحقش تقدم، الفتره الزمنيه قصيره ممكن ان هي تظلم، انا المفروض ان انا بحط استراتيجيه وبمشي عليها. مين جه يمسك الحكومه يكمل؟ حاله الاستمرار بقاء الوزير لعدمه يتوقف على شخص واداء الوزير. اذا استطاع في الثلاثه اشهر الاربعه اشهر المتبقيه ان يبلي بلاء حسنا ويحقق نجاحات على ارض الواقع تكون مرضيه للشارع المصري وتصل لكافة المواطنين في القرى والنجوع والقاهرة، سيلعب دورا كبيرا في إحداث نوع من التصميم أو الإجماع على شخص هذا الوزير. أعتقد أن وزير الخارجية وزير الدفاع بعض الوزراء كان وزارة إسكان إلى حد ما كانت لهم نجاحات ملموسة وبالتالي أدت بنتائج إيجابية في الشارع المصري. حتى رئيس الوزراء عندما خرج أعتقد أن هناك نوع من الانقسام، وإن كانت الغالبية أو شبه الغالبية حتى هذه اللحظة وجهت كثير من التهنئة. ممكن نرجع وزارات تاني؟ اعتقد ان هناك الاعلام كل حسب ما الاعلام اعتقد مطروح بقوه لان الحكومه اخطات خطا بالغا عندما الغت وزاره الاعلام، وقعنا في مجموعه من الاخطاء والمسالب طيله الفتره الماضيه وكنا نتمنى، واعتقد الحكومه اصبح لديها قناعه تلامس اليقين ان قرار الغاء وزاره الاعلام في الحكومه السابقه الراحله والمستقيله اتى بنتائج عكسيه واعطى فرصه لاحداث نوع من التشويش في مشهد الاعلام حاليا. ليس مطلوبا ان يكون هناك حاله من الفراغ الاعلامي موجوده داخل الدوله المصريه، خاصه لدى الاعلام الرسمي الذي يحتاج الى ان يكون هناك رافعه او قوه سياسيه او قوه او مدفعيه ثقيله توفر له الحضور في الشارع حتى يستطيع ان يستعيد جزء من النجاحات. لان الاعلام لو الوزاره وجدت من الممكن كما ينص الدستور على المجلس الوطني الاعلامي ان على فكرة هذا الكيان. على فكره حضرتك لا يوجد اي نوع من النص في الدستور يمنع ترشيح وزير الاعلام، لكن المجلس الوطني المجلس الاعلى لشؤون الاعلام تنبثق عنه هيئتان، الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون. تمام. هذا لا يمنع من وجود وزير اعلام حتى لو يعني مفيش تعارض مع الدستور مفيش. واعتقد ان الان في توجه لدى الحكومه ربما تكون مفاجاه عوده وزاره الاعلام مره ثانيه، لان هناك حاله من شبه اجماع في الشارع المصري حتى لدى كثير من الكتاب والمثقفين ان وزاره الاعلام كانت تشكل صمام امان لحمايه الاعلام القومي. سيادتك قلت بقى المدفعيه الثقيله. بالفعل هشام وهذا الامر هتفرق مع الشارع المصري؟ بالتاكيد هتفرق، لانه الحقيقه في وجوه مش عايز اقول محروقه، لكن في وجوه الحقيقه
في انطباعات سيئة عنها. أي وجه هيدخل للحكومة يمكن أن يسيء للحكومة ككل، وبالتالي مهم قوي يكون في مهلة كافية لمش بس رئيس الوزراء مكلف، لكن كمان للأجهزة الرقابية عشان تشتغل، علشان يبقى في النهاية اللي بيخرج بيكون اسم لي أو ممكن أن يخلق انطباع إيجابي أو يكون قيمة مضافة للحكومة، مش ياخد من رصيد الحكومة. بالتأكيد الأسماء مهمة جدا، لكن هي أنا عايز أربط مسألة رؤية الوزير أو رؤية الحكومة برؤية الدولة، وخلينا نتفق على أنه حاليا في رؤية للدولة، ورئيس يمكن معلنش برنامج رئاسي أو انتخابي واضح قبل ترشحه، لكن خلال الفترات الماضية خلاص الصورة بقت مكتملة بمشروعات ببرامج. احنا محتاجين مش بقى حكومة تيجي تبتدي تطرح نقاش على رؤية جديدة او استراتيجية جديدة، لانه الشغل ده فيه مجهود كبير بوزل. احنا محتاجين زي ما قلت النقطة الاهم مش انها تديني رؤية جديدة، انها تقرأ الرؤية والاستراتيجية اللي موجودة وتقدر تنفذها. دي مسألة مهمة جدا، مش عايزين ندخل تاني في متاهة نبتدي نفتح تاني حوارات ونقاشات في استراتيجيات بالفعل اتعملت في عدد من القطاعات الاقتصادية. لو هنتكلم على قطاع الكهرباء، قطاع التعدين، قطاع الطاقة بوجه عام، في استراتيجيات اتعمل في بعض القطاعات لسه مازال بيصنع عليها استراتيجيات. مهم ان احنا نكمل ده، لكن خلينا دايما واحنا بنتكلم على مجتمع مفترض انه شخصيا من قطاع الطاقة تمام، احنا بنتكلم في المسألة، احنا بنتكلم في عهد جديد فهو متخصص فيه. المسألة المهمة احنا الحقيقة من بعد 25 يناير معدل او وتيرة تغيير الحكومات كان متسارع، وبالتالي احنا عايزين رؤية للدولة، هي دي رؤية الدولة مش رؤية الحكومة، وبالتالي اي وزير او اي حكومة هتيجي هقدر اقيسها بسهولة في قدرتها على الانجاز والنجاح. فاللي هيقدر يشتغل بوتيرة متسارعة اعتقد هو ده اللي ممكن يكون ليه فرص نجاح. وبالتالي نرجع تاني ان الحكومة دي مش حكومة شهرين، دي ممكن تكون حكومة 20 سنة لو بيأدوا بينجزوا. ولو انا بختار حكومة لاربع سنين او ثمان سنين وكان اداها في مشاكل او بعض الوزراء فخاخوا الوزارة زي ما احنا شفنا حكومة المهندس ابراهيم محلب، ممكن تمشي تاني يوم. فهي الفكرة مش التوقيت انه جاية، طبعا دستوريا المفترض انها هتقدم استقالتها في فور تشكيل برلمان، لكن ما فيش ما يمنع في ظل الصورة الواضحة كرؤية سياسية انه مش هيكون في فصيل يستحوذ على 50% زائد واحد، وبالتالي الحكومة دي ممكن انها تقعد. فيبقى خطأ جوهري لو احنا تصورنا كشعب او الحكومة تصورت لانه دي حكومة الشهرين وهتمشي. طيب احنا بتفصلنا عن كنت عايز اقول نقطة صغيرة بس احنا اعلاميين وصحفيين، كنت عايز اقول انا لست ضد عودة وزير الاعلام، ووزير الاعلام ليس معناه ان يكون قمع ومنع حرية التعبير الموضوعي، لكنه ضابط للايقاع في مصر الاعلامي ومنع لحالة الفوضى الجوالة التي عشناها في مصر على مدار الاشهر الماضية، وما زلنا بنعيش. اعتقد انه احنا متفقين مع سواء صحافه او سواء اذاعه تلفزيون. شرفتونا يا فندم في هذا الحوار ونشكركم جدا الاستاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام، شكرا جزيلا. كذلك بشكرك الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شرفتونا في هذا الحوار، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام اشكركم على المتابعه، من القاهره انتهى، لكن متابعه قناه النيل للاخبار دائما مستمره معكم على مدار اليوم. شكرا لكم والى اللقاء.